بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس اليوم سنتعلم كيف نقوم برسم هذا الشكل، وهذا الشكل يمثل تقريبا قمة الخداع البصري، لأن الدماغ في كل شخص يفسر هذا الرسم بطريقة مختلفة. البعض يراه محفورا للداخل والبعض يراه بارزا للأمام. ربما إن أطلت النظر في الشكل ستتغير رؤيتك له أو تراه بالحالة الأخرى التي ذكرتها سابقا. إذا لنبدأ. في البداية نقوم بعمل شكل مربع، ونقوم بالذهاب إلى قائمة Options من الأعلى، ثم Canvas، ثم Drawing Guide، ثم Edit Drawing Guide. نقوم بعد الخطوط التي تظهر أمامنا، ونقوم بتكبيرها حتى نحصل بالضبط على 12 خط في الارتفاع، نحصل على 13 خط عفوا. إذا نبدأ من الأعلى، 1، 2، إذا هذه 13 خط من الأعلى للأسفل. الآن نقوم بتفعيل Assisted Drawing. إذا الرقم 176 كما تلاحظون، لو جعلته 165 عفوا 165 سيكون ذلك أصغر قليلا، وسأتمكن من رؤية الطرف الأعلى بشكل أفضل. إذا بعد إدخال هذا الرقم نقوم بتفعيل Assisted Drawing، ثم نقوم بالضغط على دن من الأعلى. الآن وباختيار نختار فرشاة صغيرة جدا للرسم، ونقوم برسم 13 خطا أفقيا ابتداء من الزاوية إلى من الطرف إلى الطرف. يعني لا يمنع أن أبدأ، ليس بالضرورة أن أبدأ من إحدى الزوايا، ولكن أنا أريد الحصول على 13 خطا لأحصل على 12 مربعا بينهم. إذا كما تلاحظون عملية الرسم سهلة جدا بوجود الدروينج جايد. إذا هكذا أكون حصلت على 13 خطا يفصل بينهم 12 فراغا. الآن أقوم بعمل طبقة جديدة، ولا أفعل أمر الدروينج أسيست لأني أريد الرسم بشكل حر. الآن سأقوم بالرسم من النقطة الأولى، هذه النقطة، أو عفوا النقطة الثانية، إلى النقطة الأولى في الأسفل. إذا أترك فراغين أو أرسم بشكل قطري على مستطيل عمودي. إذا كما تلاحظون سأترك الرسم قليلا لتقوم بتقليدها. إذا من الزاوية العليا الثانية أقوم بالرسم إلى الزاوية السفلية الثانية في الجهة اليسرى. سأقوم الآن بعملية نسخ Duplicate لهذه الطبقة، ثم أقوم بإدارتها Flip Horizontal من الأسفل، بعد أن أقوم بأمر Transform من الأعلى لأحصل على هذا الشكل. سأقوم بالتدقيق إذا كان هناك أي أخطاء. الرسم تقريبا مثالي. سأقوم إذن بالضغط على الطبقة العليا، وأقوم بالضغط على Merge Down لتصبح طبقة واحدة. إذا عندي طبقة واحدة فيها علامة الإكس الكبيرة كما ترونها. الآن سأقوم بنسخ هذا الإكس Duplicate، وأقوم بتحريكه للأسفل حتى أحصل على هذا الشكل. الآن أصبح لدي هذا الشكل. سأقوم أيضا بمرج داون مرة أخرى، أصبح لدي طبقة فيها هذا الشكل. سأقوم بعمل زوم إن، وأقوم بدوبليكيت، ثم أقوم بتحريكه إلى الأسفل لوضعه في
في المكان الصحيح التالي. كما تلاحظون أصبح لدي هذا الشكل. الآن أقوم بعملية نسخ مرة أخرى، وأقوم بعمل زوم إن، وأقوم بنسخ الشكل إلى المكان الجديد. إذا لو عددنا، سأقوم أولا في عملية ميرج داون ثم ميرج داون، ثم سأضيف طبقة جديدة لأقوم بالعد. واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر واثنى عشر. أرجو أن تكون هذه الخطوات واضحة إلى الآن. نقوم الآن بعمل التالي. سأقوم بحذف الطبقة التي فيها الألوان الأرقام، وأقوم بنسخ هذه الطبقة، وأقوم بوضعها من أمر ترانسفورم في هذا المكان. لكن قبل أن أبدأ برسم شيء جديد، سأقوم بإزاحة هذه الطبقة إلى الأعلى بحيث تبدأ من عند الزاوية كما تلاحظون بهذا الشكل. الآن من الأسفل هناك عندي نقص، سأقوم بإكماله بهذا الشكل، من هذه النقطة إلى بهذا الشكل، وهذا الشكل من هذه النقطة أيضا إلى الأسفل، بحيث يتقاطعون عند الخط تقريبا. يمكن الاستعانة بالخط الذي في الأعلى، وسأقوم بذلك. إذا بعد أن قمت بتحريكها، سأقوم بنسخ هذه الطبقة وتحريكها للأسفل حتى أحصل على هذا التقاطع بهذا الشكل. الآن أصبح لدي ثلاث طبقات. الطبقة الأولى التي فيها الطبقة الأولى التي فيها الشكل الأول الذي في الأسفل، والطبقة الثانية التي في الأعلى، والطبقة الثالثة التي في اليسار. سأقوم بدمج الطبقات الثلاث مع بعض حتى تصبح طبقة واحدة وأستطيع التعامل معها بسهولة. أصبح لدي الآن طبقة واحدة كما ترون فيها الرسمتين. أقوم الآن بنسخ هذا الأبليكيت، ثم أعمل زوم إن، وأقوم بتحريك الرسم إلى المكان الجديد بهذا الشكل. الآن أيضا أقوم بعملية دمج ثم دوبليكيت، وأقوم بإزاحتهم جميعا إلى هذا المكان. الآن الجزء الذي في الأيسر أنا لست بحاجة له، لذلك سأقوم بمسحه. وأفضل طريقة للمسح الآن هي إزاحته إلى الخارج، تثبيته، ثم إعادة الشكل إلى مكانه، لأن البروكرييت يحذف أي مقاطع أو جزء من الصورة يتم تثبيتها خارج منطقة العمل. إذا أصبح لدي هذا الشكل تماما. الآن سأقوم بعملية تدوير. طبعا قبل التدوير سأقوم بدمج الطبقات الثلاث مع بعض لتصبح لدي طبقة واحدة تحوي على كل الأشكال. سأقوم الآن بعملية تدوير 90 درجة باتجاه اليمين أو اليسار ليصبح لدي هذا الشكل. سأقوم بإلغاء أمر Drawing Assist،
وأقوم باختيار ممحاة، وأقوم بمسح الزيادات التي لا أريدها في الصورة، مثل هذه الزيادات البسيطة. سأقوم أيضا بحذف الزيادات من الجهة الأخرى. الآن سأقوم بعملية التلوين، والخدع البصرية تعتمد في الحقيقة على التلوين. سأقوم باختيار اللون الأسود في البداية، طبعا سأقوم باختيار هذه الطبقة وأختار أمر ريفرنس، ثم أعمل طبقة جديدة للألوان. إذا عملت الطبقة الأولى ريفرنس حتى أستطيع التلوين فيها، وسأقوم بالتلوين بهذه الطريقة. سأختار عشوائيا أول مثلث، والمثلث الذي يليه، ثم أستمر بهذا الشكل. ليحصل على هذه الألوان. أقوم الآن بإكمال التلوين بها نفس الطريقة للجزء الذي في الأسفل. الآن أستطيع نسخ هذه الطبقتين تبليكيت وإزاحتها للأسفل لملء الفراغات التي في الأسفل من أجل سرعة العمل، وأقوم بالنسخ مرة ثانية لتعبئة الفراغات، أو يمكن الإكمال يدويا. أقوم بدمج الثلاث طبقات مع بعض بحيث يصبح لدي طبقة للون الأسود. الآن سأقوم بعمل طبقة جديدة، وسأقوم بالتلوين فيها بشكل أفقي. قبل أن أقوم بذلك، سأقوم باختيار فرشاة من تكستشر، سأقوم باختيار فرشاة دياجونال للتلوين فيها، وسأذهب إلى الريفرنس، طبقة الريفرنس، ثم سأقوم باختيار أداة سيلكت هنا الأعلى، وسأختار أوتوماتيك، وسأختار الأجزاء اليسرى أو عفوا اليمنى من المربعات. تلاحظون أني اخترت الجهة اليمنى فقط من المربعات. البعض سيراها الآن هي الجهة اليسرى، وهذا بسبب اختلاف عمل الدماغ من شخص إلى آخر. ومن الأعلى أيضا سأكمل بهذه الطريقة. الآن هذه الطبقات أصبحت محددة. سأضغط على الطبقة الجديدة التي صنعتها سابقا، وأقوم بالتلوين بهذه الفرشاة التي اخترتها سابقا والتي هي الدايوغنال، وسأقوم بالرسم بهذا الشكل فيها. ويجب أن أملأ كل الفراغات حتى أحصل على شكل متناسق تماما، لأن الفراغات لا يمكن أن تلون مرة أخرى بنفس الطريقة، لأن الفرشاة قد يقطع عملها، كما أن الضغط المستمر سيعطيك شكل منتظم أكثر، وسأريكم ماذا أقصد. سأخفي هذه الطبقة وأقوم بعمل طبقة جديدة. لو استمريت بالرسم فترة بسيطة ثم انتقلت إلى مكان جديد، سيصبح هناك تراكم، لن يكون هناك يعني سلاسة في العمل، سيكون هناك تراكب كما تلاحظون في هذا المكان. سأريكم الفرق بين الطبقتين. هذه الطبقة التي عملت عليها يعني رفعت القلم واستمرت بالرسم مرة أخرى، أما هذه
فهو رسم كامل دون إزالة القلم عن الآيباد نهائيا. إذا سأحذف هذه الطبقة التي أخطأت فيها وأكون قد حصلت الآن على هذا الشكل. الآن سأقوم بعمل طبقة جديدة، وبما أن الطبقة الأخيرة هي طبقة الرفرنس سأقوم باختيار لون رمادي فاتح أو متوسط، وأقوم بتلوين الأجزاء الباقية من المربعات. طبعا هنا اللون يعني طفح اللون، يمكن انقاصه بهذا الشكل وتعبئته هكذا. يمكن ايضا اختيار المناطق التي اريد العمل عليها مسبقا وتلوينها مرة واحدة بعملية فل، وهي نفس النتيجة تماما. طبعا اختيار الالوان السوداء والرمادية هو افضل، لأن الألوان ربما يعني لن تعطي الشعور بأن هناك يعني خدعة بصرية في هذا الشكل، ولكن سنجرب ألونها لاحقا. الآن أصبح لدي هذا الشكل. سأقوم بإلغاء الخطوط التي اعتمدت عليها في الرسم. هذا هو الشكل النهائي. وكما أخبرتكم في البداية، البعض سيرى الأجزاء السوداء هي سطح متوجه للأعلى، والبعض الآخر سيرى المربعات السوداء سطح متوجه للأسفل. لنأخذ مثال، سأقوم بالرسم باللون الأحمر على أحد المربعات. البعض منكم سيرى هذا الشكل، عفوا سأختار فرشاة ضعيفة، البعض منكم سيرى هذا الشكل مربع، هذا سطحه الأعلى وهذا السطح متجه لليسار وهذا السطح متجه لليمين. طبعا هذا السطح متجه للأعلى. البعض الآخر سيرى نفس المربع، سيرون أن هذا السطح متجه للداخل وهذا السطح متجه للداخل أيضا وهذا السطح متجه للأسفل، والثلاثة كأنها محفورة. أتمنى أن تكون وضحت الفكرة يعني. والآن يمكننا تلوين الرسم بسهولة. سأقوم باختيار الطبقة الأولى وأختار أمر الفلك لقفل الشفافية. سأقوم باختيار أمر أو عفوا سأختار لون، مثلا لنقول أن أختار لون برتقالي، وأضغط على أمر فيل لاير لطلس كافة اللون الأسود باللون البرتقالي. الآن نفس العملية نكررها، ألفا لوك للطبقة الثانية، ثم سأختار لون ربما مثلا لون أخضر، وسأقوم بفيل لاير. أما الطبقة الثالثة سأختار لون أزرق مثلا، وسأضغط على ألفا لوك ثم فيل لاير. كما تلاحظون في اليسار واليمين ليس هناك اكتمال للصورة، لكن يمكن إكمال ذلك. الآن سنكملها، لكن أردت أن أريكم كيف يعني تبدو هذه الصورة بالألوان، وأنا أفضل اللون الأسود فقط. سأقوم الآن بدمج الطبقات جميعا لأحصل على طبقة واحدة، ثم أقوم بإزاحتها إلى الزاوية بهذا الشكل. الآن سأقوم بعملية نسخ للطبقة هذه وإزاحتها إلى أقصى اليمين لتكمل الصورة بهذا الشكل. إذن هذا كل شيء لليوم. هذا هو الدرس
أرجو أن يكون قد أفادكم، وأرجو أن يكون سهل التطبيق. طبعا البعض لم يحب مثلا هذه الخطوط العرضية، يمكن تلوينها بلون آخر، وهذه العملية سهلة جدا، يعني يمكنكم القيام بها. لن أطيل أكثر، هذا هو درس اليوم، أرجو أن يكون قد أفادكم، وأرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إن كنتم حتى جديدين في القناة أو هذا الدرس الأول الذي ترونه. هناك الكثير من الدروس قبله للبروكريات، وقريبا إن شاء الله سأطلق سلسلة جديدة بعد استراحة، وسيكون بعنوانها ربما بروكريات في دقيقتين، سيكون فيديو مدة دقيقتين فقط أو دقيقة واحدة، وسيكون تركيز على أمر واحد فقط، وسيكون موجود شرح يعني تفصيلي حول هذا الأمر وتطبيقاته. إذا لا تنسونا من يعني اللايكات والشير ومشاركة الفيديو هذا مع أصدقائكم والتعليق أيضا عليه، ويعني هذا يعطيني دافع للاستمرار إن شاء الله، وأنا مستمر إن شاء الله، لكن أود يعني أن تقوموا بالمشاركة أكثر. وأتمنى أن أراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.